أهلا بكم. قصفت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر فجر اليوم مطار طرابلس معيتيغا المدني بسبع صواريخ جراد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين وفق ما صرح به مصدر أمني للتلفزيون العربي. كما قصفت طائرات تابعة لحفتر مطار الزوارة المدني الواقع غرب البلاد دون أن يسفر القصف عن خسائر، والمستشفى الميداني بالعزيزية، مما أسفر عن إصابة ست أشخاص بجروح، وذلك بعد يوم واحد من انتهاء الهدنة الإنسانية في ليبيا. البعثة الأممية في ليبيا استنكرت في بيان ما قالت إنه هجمات متزايدة باطراد على المطارات المتاحة للاستخدام من قبل المدنيين في غرب ليبيا. مطار معيتيغا من جديد مسرحا لعرض صواريخ لا يبدو أنه سيكون الأخير. المرة العشرون هي التي تنهال عليه فيها صواريخ عمياء. هذه المرة لم تكن ككل مرة. هذه المرة سقط قتلى وجرحى داخل المطار بفعل القصف. أحد القتلى عون إطفاء. هذه المرة كذلك لم يكن مطار معيتيغا وحيدا في مصابيه. مطار زوارة دخل هو الآخر بنك أهداف طائرات حفتر. يستعمل المطار لرحلات البعثة الأممية دون سواها. لم يشفع له ذلك. نال ما ناله ويناله مطار معيتيغا في كل يوم تقريبا. هو يطلب الجلوس إلى طاولة المفاوضات. يعني باش يكون هو رقم في المعادلة. والقصد وجمود الجبهة هو أن القوات الحكومة الوفاق، قوات حكومة الوفاق والقوات المساندة لها قادرة على حسم المعركة، ولكن ربما الخسائر البشرية ستكون كبيرة، خاصة إذا دخلوا إلى ترهون. فهذا أمر الآن يريدون استنزاف حفتر حتى يتم تسليم ترهون كما تم استلام غريان بأقل الخسائر. في الميدان في جنوب طرابلس خط النار ثابت. تتقاسم قوة حفتر وقوة الوفاق ضفتي خط جنوب العاصمة. منذ أسابيع توقفت الهجمات والهجمات المضادة بين الطرفين، وخلت مكانها لمناوشات لم تغير من الموقف العسكري لدى الطرفين شيئا، لكنها تذكر بأن جميع أياديهم لا زالت على الزناد. جبهة الأرض في طرابلس صارت أقل سخونة مما كانت عليه في الأسابيع الماضية، أما جبهة سمائها والسماوات التي تجاورها فصارت مسرحا وممرحا لطائرات حفتر وصواريخه. خليل كلايد العربي، طرابلس، ليبيا. ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس السنوسي إسماعيل الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك أستاذ السنوسي. انتهت هدنة العيد وبالرغم من عدم الالتزام بها بشكل كامل إلى أن القصف اليوم تكثف، هل يعني أننا عدنا الآن إلى المعارك بنفس القوة وكأن شيئا لم يكن؟ ليس تماما. طبعا بالنسبة لازدياد حدة الهجوم الجوي سواء على مطار معيتيغا أو على مطار زوارة من قبل سلاح الجو التابع لحفتر، إلا أن ذلك يبدو لي بأنه يمثل تعويض لجمود العملية العسكرية على الأرض وللخسائر طبعا بطبيعة الحال التي تلقاها حفتر على الأرض. أعتقد بأن الهدف أيضا من خلال هذا التصعيد الجوي هو زيادة الضغط، يبدو لأنه تلوح في الأفق يعني بوادر حل سياسي ربما أو لنقل يعني تمديد للهدنة، ويبدو بأن الأمر أصبح يعني جدي أكثر يعني حتى بوصول يعني لنقل أو باستلام السفير ريتشارد نورلاند سفير الأزمات المعروف يعني الأمريكي. بالتالي فإن تصريحاته كانت واضحة جدا وتؤكد على أن لابد من تهدئة الوضع في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية بأي شكل كان. نعم، تقول أستاذ إسماعيل بأن هناك بوادر حل سياسي تلوح في الأفق. هذه البادرة بدأت قبل عيد الأضحى وكان هناك اقتراح من قبل المبعوث الأممي لهدنة إنسانية، إلا أن حفتر وقواته لم تلتزم بهذه الهدنة. إذن ليس هناك رغبة محلية كما يبدو حتى الآن بالالتزام بالهدنة وأعطاء مجال للحل السياسي.
هو بالنسبة للخروقات التي حصلت في فترة الهدنة، هي لنقل أنها يمكن تسميتها أن هدنة يعني من كل طرف على حدة، يعني لأنه لم يتم ترتيب هذه الهدنة بين الطرفين والاتفاق على مواعيد لها محددة وإشراف جهة دولية عليها، هذا كله لم يتم، عبارة عن إعلان قبول للمقترح غسان سلامة من قبل حكومة الوفاق بالهدنة، وهو إعلان مشروط بعدم وجود أي إمدادات أو مثلا يعني لنقل تحشيد أو ذخائر أو غير ذلك. وبالنسبة لحفتر أعلن يعني يومين 48 ساعة فقط بدون أي يعني توافق أو حتى رد أو حتى قبول لمقترح غسان سلامة، بالتالي فإنها يعني يمكن أن نسميها تخفيض في التصعيد، ولكنها ليست هدنة بالمعنى المفهوم، لأن الهدنة نعلم بأنها ينبغي أن تكون مشروطة وواضحة ومحددة الزمن، ويكون هناك جهة محايدة تراقب ما يجري على الأرض إن كان هناك خروقات أم غير ذلك. لذلك هذا كله لم يتم، وأعتقد بأن بعد انتهاء العيد أصبح هناك تصعيد جوي من قبل حفتر، بينما على الأرض طبعا عمليات حكومة الوفاق يعني أعتقد بأنها سوف تستمر، لأنها تدافع عن العاصمة إلى حد الآن، تعتبر عبارة عن دفاع عن المنطقة الغربية وعن العاصمة. نعم، السنوسي إسماعيل الكاتب الصحفي الليبي، شكرا لك على هذه المشاركة.